السلام عليكم كل متابعين قناة اعزائي، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناة شوارع ومعلم اسكندرية. موجودين فين؟ موجودين في منطقة اللبان. منطقة اللبان من اشهر المناطق الشعبية الموجودة في اسكندرية واقدمها. موجودين فين كمان؟ في اللبان في اشهر شوارعها، شارع السبع بنات. شارع السبع بنات واخد سمعة كبيرة جدا جدا في المنشية. شارع السبع بنات هو حاليا اسمه شارع عثمان باظة من ناحية مير البصل، واسمه سبع بنات من ناحية المنشية. احنا كده خلفنا شارع التاريخ او شارع الخديوي او شارع شريف، منطقة مير البصل. امامنا المنشية، ميدان الجندي المجهول، البحر، ميدان القناصل، تمثال محمد علي، الحقانية. في البداية لو حضراتكم اول مرة تتابعونا تشرفوا في القناة، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد على اسكندرية يوصل لكم. الهم ما تبخلوش علينا باللايك بالاعجاب من اسفل الفيديو. على يمين الصورة جيران اللبان العطارين، واحنا موجودين في منطقة اللبان، داخلين على اشهر مكان في منطقة اللبان حاليا، هو بيت ريا وسكينة اللي تم كشف قضية ريا وسكينة. في يمين الصورة تدخل على ارض كراكون لبان القديم. الكشك اللي انتم شايفينه ده او الكافتريات والكافيهات والشجر والنخل اللي امامكم ده، كان مكان كراكون اللبان القديم اللي ظهر في فيلم ريا وسكينة سنة 54، انور وجدي وسمير احمد. المهم طبعا كان في هنا كمان في هنا الفرن الالي. كراكون اللبان القديم كان موجود في مكان الارض الفاضية اللي على يمين الصورة، والشارع اللي على يمين الصورة اسمه شارع كراكول اللبان. خلف كراكول لبان كان في خمسة، شارع مكاريوس او محمد يوسف فخر حاليا، البيت بتاع ريا اللي تم اكتشاف فيه قضية ريا وسكينة. وفي على يمين الصورة ايضا سيدي عماد والسنوسي وكومباكير والمسبوكية او السباكين، وبعد كده تدخل على سيدي اسكندر. احنا كده امامنا البحر، امامنا الجندي المجهول، امامنا شارع اسحاق النديم، وامامنا شارع بحري بيه. بازارات بقى وكل شيء بيتكلم عن ريا وسكينه، بس البيت اللي حاليا بيعرضوه للناس او للسياح او لاي حد في الميديا ده مش بيت ريا وسكينه، ده بيت شنك كده فشتك، عم متولي الله يكرمه بيسترزق منه وبيقول للناس اللي ده بيت ريا وسكينه. المهم نكمل جولتنا في شارع سبع بنات. احنا كده اتجاه المنشية، اتجاه ميدان القناصل، اتجاه تمثال محمد علي والحقانية وسوق نبار وسوق راتب على الشمال. على يمين الصورة شارع الشيخ شلبي والطرماي، ويمين ايضا ابو دردار، وشمال بحري بيه. وايضا على يمين الصورة اشهر شوارع منطقة لبان، شارع اسحاق النديم. يمين الصورة كده ده امتداد شارع فؤاد او سيدي المتولي، شارع اسحاق النديم كده يمين، هيكون بقى الفرادة وشارع البيضاوي، هتلاقي في التقاطع ابو الدردار، وبعد كده سيد المتولي، وبعد كده فؤاد، وبعد كده ساعة الظهور على شارع ابو قير، على ابو قير بقى وجمال عبد الناصر فيكتوريا. نقول لك تعالى هناك هتشوف اللي عمرك ما شفته. شمال الصورة شارع بحري بيه، ده شارع بحري بيه اللي فيه ناس من العوام اللي انا منهم، كنا زمان بنقول ان منطقة بحري اتسمت على اسم بحري بيه. مين هو بحري بيه؟ الله اعلم، شخص اسمه بحري بيه، ولكن منطقة بحري بعيدة عن هذه التسمية. احنا موجودين في منطقة لبان، ما زلنا الشارع بتقاطع ده شارع انستاسيا او شارع الجزائر، شمال سوق الجمعة، ويمين بساس وعمارة كوستيكا وجزارة نبار والمليجي مطعم الجمهورية يمين، شمال سوق الجمعة ومن البصل، وامامنا كوم الندورة وشارع الكوبري القديم او الكوم القديم. في خرائط ومراجع بتقول عليه الكوبري القديم، وفي خرائط ومراجع بتقول عليه الكوم القديم. كوم الندورة طبعا او كوم وعلى، مدفون فيه كثير من التابعين ويقال بعض الصحابة، ويوجد فيه كثير من شواهد القبور، ولكن هو مغلق حاليا مرصد كوم الندورة او طبية كوم الندورة. موجودين في اصل اسكندرية ما بين قرية ركودة شمال كرموز كوم الشقافة، وبين جزيرة فاروس بحري يمين، ده تل او كوم الندورة، مرصد كوم الندورة او كوم وعلى. يوجد هنا او مدفون هنا بص في شواهد قبور لبعض التابعين، ويقال بعض الصحابة مدفونين هنا في هذا التل او الكوم. اسكندرية فيها اكتر من كوم، كوم الندورة وكوم الملح وكوم بكير وكوم الشقافة، فيها اكوام كتير. ده شارع الباب الاخضر او السكة الجديدة، شمال تطلع على بقى
كوبري التاريخ كده، تطلع على المنشية وشارع النصر شمال، القاضي سند والنير ونزير أغا، وتطلع كده على بقى مينا البصل وكوبري التاريخ الورديان، شمال يمين المنشية والبحر والجندي المجهول، شارع السكة الجديد أو الساغة الكبرى، الساغة الكبيرة هنا والساغة الصغيرة هي شارع فرنسا حاليا، بتوع البسترما هنا على شمال الصورة. الشيخ المظلوم اللي أنا بسميه الشيخ المظلوم هو الشيخ أبو بكر الطرطوشي من الأندلس. احنا كده ده شارع هارون الرشيد، خلفنا أبو بكر الطرطوشي أو الطرطوشي من طرطوش في الأندلس. أبو بكر الطرطوشي مغربي بلديات المرسى والعباس. ما زلنا في منطقة اللبان على شمال الصورة من الإسكندرية، وأبواب بقى 14، واللي هو باب الكراستا وباب واحد. احنا داخلين كده على مستشفى القطط او مستشفى الكلاب او مستشفى بريك، المستشفى البيطري، وامامنا طبعا الشجر اللي طبعا، ودي كلها معدات طبعا للميناء، شحن وتفريغ الميناء على الشمال. الشجر ده طبعا اهو، المبنى الابيض ده، ده مستشفى بريك او بريك للحيوانات، بنقول عليها في المنطقة مستشفى الكلاب او مستشفى القطط. ده مسجد اثري، مسجد المصري تاجر اخشاب، مسجد المصري، وامامنا سيدي ونس، وامامنا حارة البطارية ومقام سيدي البلقطري او حارة البلقطرية. احنا كده داخلين على شارع البحرية او شارع عصمة البحرية ومنطقة الحمالين، حمالين الجبارك، وعلى الشمال دي عمارة الانجليز. ده شارع البحرية او شارع عصمة البحرية، امامنا كده جمعية الحمالين او منطقة الحمالين، حمالين الجمارك. على شمال الصورة باب 14 او باب الكراستا، على يمين الصورة باب 10 وباب واحد، باب 6 قفلوه تمام. خلف هذه المباني مينا اسكندرية، طبعا باب 10 غني عن التعريف. وايضا يمين الصورة بقى في حارة البطارية او حالة البطارية اللي فيها بقى جامع علي بن جنينة، وفيها مسجد ابو علي، مسجد اسكندرية، وفيها شارع ابو الملاح. ده شارع عصمة أم البحرية أو شارع البحرية، باب 10 باب الركاب أمامنا، على يمين الصورة حارة البطارية أو البكتيرية، ومسجد ابن خلدون اللي هو كان مسجد اللي كان مسجد سيدي مسعود، وشارع النصر. ده شارع النصر من أشهر شوارع اسكندرية، طبعا تم شقه في الخمسينات بعد ثورة 52، ولكن المشروع كان موجود من أيام الخديوي أو من أيام ماكلين، الخواجة ماكلين أو المهندس ماكلين والملك فؤاد، والمشروع تم تنفيذه بعد ثورة 52. احنا موجودين في أشهر شوارع اسكندرية، شارع النصر. المنطقة دي كانت بيوت ما بين حارة اليهود يمين وحارة البطارية شمال، فتم إزالة هذه البيوت والعشش والمنظر الغير لائق، لأن السياح لما كانت بتنزل من البواخر والسفن المنظر كان مش كويس، كان مش ولا بد، شوارع ضيقة، شوارع غير مستقيمة، فتم إلغاء هذا المنظر وشارع النصر. ده شارع البحرية أو شارع عصمة أم البحرية، على مين؟ حارة اليهود، حارة دويك وبنوفري وشلتوت وزاوية المرة، هي اسمها كده زاوية المرة أو سوق السمك القديم. على شمال الصورة المينا أو جمرك اسكندرية، أمامنا باب واحد ومدرسة أحمد عبدون، والشمير لشمال والعدو شمال وسفر باشا شمال، القهوتين شمال، الترسانة، وتحت السور سيدي محمد العدوي. احنا كده على يمين الصورة شارع أبو وردة وقهوة العوالم وقهوة المشايخ، وعلى الشمال تحت السور والترسانة. احنا كده أمامنا فرن حبيب، وأمامنا شارع رأس التين. في نهاية جولتنا أتمنى أكون أسعدناكم، أشوفكم إن شاء الله في جولات قادمة بإذن الله تعالى.